وأصبحت إيران على رأس قائمة الدول التي تأثرت بفيروس كورونا بعد الصين، وسجلت البلاد 16 وفاة من جراء الإصابة بالفيروس مع تسجيل 95 إصابة مؤكدة. وقال الرئيس حسن روحاني إن التقارير الطبية تشير إلى مرحلة السيطرة على الفيروس، محذرا من مخططات من وصفهم بالأعداء التي تهدف إلى تعطيل البلاد عبر بث الخوف في المجتمع على حد قوله. ينضم إلينا من طهران مراسلنا هناك ياسر مسعود. ما هي آخر التطورات فيما يتعلق بانتشار الفيروس في إيران وجهود احتوائه أيضا ياسر؟ زاهر، خلال المؤتمر الصحفي الذي جاء لوزير الصحة الإيراني سعيد نمكي لم يتطرق إلى الأعداد ولا الإحصائيات ولا حتى انتشاره جغرافيا في إيران، ولكن معظم المعلومات تشير إلى أن معظم ربما المحافظات في إيران قد وصلها الفيروس، تحديدا انطلاقا من قم وصولا إلى مرورا بالعاصمة طهران وصولا إلى المحافظات الشمالية الأكثر الآن التي تعاني هذه الخريطة من الفيروس، بالإضافة إلى أن هناك حالات أيضا في وسط البلاد وكذلك في شرق البلاد وحتى في جنوبه في محافظة فارس. هذا على الصعيد الجغرافي وانتشار الفيروس. أما التصريحات فكانت هناك تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني خلال الاجتماع الحكومي تحدث بها بلغة السياسة من أن يجب أن لا نسمح لفيروس كورونا بأن يكون يعني أداة بيد الأعداء لتعطيل البلاد وإنتاجها وأعمالها، وأيضا موجها خطابه إلى الإدارة الأمريكية قائلا على الإدارة الأمريكية ألا تلتفت إلى آلاف ضحايا فيروس انفلونزا على حد قوله بدل الاهتمام بما يجري في الداخل الإيراني، مؤكدا الرئيس الإيراني وكذلك وزير الصحة الإيراني من أن لن يفرض أي حجر صحي على أي مدينة إيرانية بالرغم من المطالبات العديدة بهذا الاتجاه. ياسر مسعود مراسلنا في طهران، شكرا جزيلا لك.